المدن والبلدات البريطانية الواقعة على ضفاف نهر تايمز تجرفها الفيضانات بسبب تهطل غزير للأمطار وارتفاع منسوب مياه النهر لم تعهد مثله البلاد منذ أكثر من 200 عام. مدينة وولتون أون تيمز وورسبري كانت الأكثر تضررا، حيث تحصل المياه آلاف المساكن، فيما يتوقع استمرار الأحوال الجوية السيئة على حالها في الأيام المقبلة. هذه الاضطرابات التي وضعت حكومة ديفيد كاميرون في حالة استنفار لمواجهة تبعات الكارثة لم تقتصر على بريطانيا. شمال غرب إسبانيا ووسطها أصبح شبه مشلولين بسبب الفيضانات في جهات والعواصف الثلجية المصحوبة برياح الهوجاء في جهات أخرى، والتي تطال حوالي 30 بلدة أكثرها تضررا، منطقة غاليسيا وليون. البرتغال أيضا يتعرض لأمطار غزيرة وعواصف وفيضانات أغرقت جهات من بورتو ولشبونة وكويمبرا وشانترين، محدثة خسائر مادية كبيرة، وقد تسببت في بلوغ الأمواج ارتفاعا يفوق 10 أمتار.